هكلمكم عن الطب البيولوجي وعلاقته بانسداد شرايين القلب. هو يعني ايه بيولوجي؟ يعني علشان نفهم كلمة بيولوجي يعني ايه طب بيولوجي. هو البيولوجي ده دواء على فكرة، ادوية عادية جدا بتتحقن في العضلة، بتتحل عن طريق نقل الدم، بناخد دم المريض بنحقنه، بسيطة جدا يعني ما فيهاش تعقيدات. الفرق بينه وبين الادوية الكيميائية، الدواء الكيميائي ده دواء مخلق مصنع بيبقى فيه أدوية كيميائية. الدواء البيولوجي هو بيبقى طبيعي مصنع في معامل، ولكن بياخد نفس البروتين بتاع خلايا الجسم، الدي ان ايه بتاع الجسم، او مصنع بيصنع من خلايا الانسان او خلايا حيوانية او حتى نباتية، لكن بياخد نفس التركيبة بتاع الجسم الانسان. كان زمان ركب البيس ميكر، كان بيس ميكر ده نوعين، ده في التسعينات، في سنة 94 أو 95، وكان اسمه VVI وDDD. كنا بنركبه تحت الجلد هنا، والعيان كل 3 شهور نبتدي نعيد عملية البرمجة وتنظيم البرمجة. لحد هو ده هو حكاية الطب البيولوجي معايا، أو انسداد شرايين القلب، لحد ما وقع تحت إيديا مريض ما كانش حتى ينفع يعمل عملية، مش عنده أريثميا أو يعني اختلاف أو اضطراب في ضربات القلب، ولكن ما كانش يقدر يمشي 10 خطوات. فجأة مشي ورجع بعد 3 شهور، فرجع بعد 3 شهور لأنه بني آدم تاني خالص. فسألته تعالى أنت عملت إيه؟ والله أنا طلعت بلد اسمها بيرجامو، وكان دكتور ألماني بيعالجني، عالجني بيولوجي وأخدت الأوزون، وكانش بالنسبة لي كان مفاجأة. فبدأت أنا انترست في أوروبا، الدراسة سهلة، و بقى هما اللي يعني انا مجرد انا ما اتصلت بيهم قعدت يمكن شهور لحد سنة يعني اخد معلومات بس، لحد ما شفت عيان واثنين وثلاثة، وخصوصا في مجال انسداد شرايين القلب. الانسداد شرايين القلب طبعا كان السبب الرئيسي للتدخين وزيادة الكوليسترول وامراض الضغط، الضغط العالي طبعا، وامراض السكر. التدخين ما بقاش هو السبب الرئيسي في البلاد النامية بالذات. ليه؟ لان الشارع نفسه بقى ملوث، فحتى اللي ما بيدخنش سجاير بيجيله انسداد في شرايين القلب. دلوقتي الثقافة عاليه جدا، فبقى المريض حتى لو عايز قبل ما يركب دعامة او يعمل حتى قسطرة استكشافية، فبيقولك والله انا عندي اعراض كذا كذا، عندي ضيق تنفس، هو بيبقى عارف، فبيدور، بيبتدي يقول انا هتعالج بيولوجي زي فلان زي علان. والاذون على فكرة الاسري، البيولوجيكال اسري، جزء من الطب البيولوجي وجزء مهم جدا، لانه اكسجين، واحنا النسيج بتاع انسداد هو محتاج الانسجه بتاعته محتاج